آخر كلامي على السلول. سلول بكتيريا abnormal atypical بكتيريا، هي مايكوبكتيريوم توبركلوسيس أو بكتيريا المعنية أو المسببة لداء الدرن. هذه البكتيريا من شدة خطورتها، من شدة قوتها، من شدة ما إنها هي دراك كبد، تاكلها الماكروفاج والنيوتروفيلز، لكن ما تقدرش تحللها. جسمنا شنو، العلم والاطباء والطب قدر انه يقتلها عن طريق 4 مضادات حيويه تؤخذ في نفس الوقت لمده 6 شهور. يعني انت ما بتتكلمش على كورس اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر، 6 شهور 4 مضادات تتخذ مع بعضها، الاربعه اول 3 شهور، بعدين تكمل بزوز. نعم نعرف نشوفه شن صاير بالضبط. برضو نخدمه على السيل وول هنايا، لكن اللي شني انتي مايكوبكتيريوم توبركلوسيس. ركز معي، احنا عندنا ثلاثة منهم انتي مايكوبكتيريوم. اول حاجة الايزونيازايد، ايثان بيوتول وبايريزينامايد. الثلاثة هما مازال فيهم الرابع ريفان بيسين، لكن الميكانيزم في اكشن بتاعها مش سيل وول. الرابع مش سلول ريفامبيسين، وحنذكره بعدين. الانتي مايكوبكتيريوم اللي يضربوا السلول بتاع البكتيريا غايه في الاهميه، لازم تحفظهم. الكورس بتاعها حفظ يسالوك فيه في الميكرو، يسالوك فيه في الجراحه، في الباطنه، في الباثو، في الفارما. والله وين ما حتمشي، في البدياتر، وين ما حتمشي، حتى في الانفكشوس، في الكوميونتي، كل هذا عشان حتنزل فيه. علاش؟ لان راهو انت عندك مستشفى خاصه في جزيره الدرن سميت على اسم البكتيريا والمرض نتاعها. الايزونيازايت يثبط المايكوليك اسيد. مايكوليك اسيد هذا موجود في المايكوبكتيريا، بروتين خاص، تمام، يوجد effective against organism residing within macrophage. المايكوبكتيريا تعيش داخل الماكروفاج، جوها مليح. الايزونيزايد فعال ضدها، هذا اول حاجه. وبكتيريوسايدل. الايزونيزايد اختصاره INH، هذا شنو؟ بكتيريوسايدل. ركز معي، ايثان بيوتول هذا بكتيريوستاتيك معي، وحتى هو يزيد يطربق المايكوليك اسيد، تمام. هذا مع ايثان بيوتول ايزونيازايد مينيمايز ديفلوبمنت اوف ريزيستنس. احنا علاش نعطوا في 4 مع بعضهم؟ باش ننقصوا من المناعه، من مناعه البكتيريا ضدنا. البكتيريا شرسه جدا في المقاومه هي. بايريزينامايد بكتيريوسايدل، ركز معي، الايزونيازايد والبايريزينامايد اللي عندهم 3 اختصارات مال بي زي اي والاي ان اتش، هذوم الثلاث الزوز بكتيريوسايدل. ايثان بيوتول راهو بكتيريوستاتيك. بكتيريوسايدل not effective against atypical mycobacterial infection. التيبيكال بس، التيبيكال اللي يجيك من respiratory وكذا، مش هخش لك في الباثولوجي. It prevent المايكوليك اسيد synthesis. لاحظ ان الثلاثه يخدموا فقط على المايكوليك اسيد باعتباره المركب الرئيسي في السيل وول بتاع المايكوبكتيريوم. اذا باختصار ايزونيزايد، ايثان بيوتول، والبايريزينامايد. ايزونيزايد والبايريزينامايد بكتيريوستاتيك، بكتيريوسايدل، ايثان بيوتول بكتيريوستاتيك. الثلاثه حيطرقوا المايكوبكتيريا، المايكوليك اسيد اللي موجود والمميز في بكتيريا المايكوبكتيريوم توبركلوسيس. هيك ما عادش حتسمع مني اي حاجه اسمها سيل وول، خلاص اخذنا البنسلين والسيفالوسبرين والكاربيمينيز سمي هلبه. تو شني؟ تو حننطلقوا لرؤيه ثانيه نشوفوا بها الانتيبيوتكس. سلام عليكم.